أنا الكاتبة مقرني أسماء من عنابة. أنا حاليا متواجدة في معرض سيلة الدولي 2023 بكتابي بعنوان زورق من خريف. مجموعة من الخواطر، كل موضوع خاطرة يتكلم عن معاناة فئة معينة من الناس. حقيقة وظفت فيه جميع كل مشاعري. هذا الكتاب حلمي منذ الصغر أن أتواجد في المعرض، وفرحتي لا توصف بأنني هنا من أول العام وأنا نوجد في الكتاب تاعي هذا. مصاعب كثيرة، منها نفسية، الضغوط النفسية، منها الشعور بمعاناة كل خاطرة، لأنها الكتابة مخاض وليست سهلة إطلاقا على أنه تألف كل خاطرة. كل خاطرة تتضمن شخصية حقيقية. شكرا على كل المتابعين الكرام وكل المشاهدين، وشكرا لكم على هذه الالتفاتة الطيبة. تحية طيبة لأهلي في عنابة، أمي أبي وعائلتي كبيرها وصغيرها. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.